تغيير المسلك بشكل غير قانوني كما تظهر هذه الصور ممارسة قد تكون سببا في حادثة خطيرة مثل التي وقعت بين 3 سيارات بهذا المكان نفسه. الحادثة وقعت حينما حاول صاحب السيارة سوداء اللون تغيير الاتجاه بشكل غير قانوني، مما تسبب في اصطدام سيارتين، فيما حاولت الثالثة تجنب الحادث وانحرفت نحو مجرى مائي غير مسيج. كيف سنقطع مطيفين زي خلط بطورة ما قعقت إلى راسي اللي كانت براسي بولانسية تواري دمائية كامل بتقتاق سابي بديت كتساعد ما عرفتش شكون لي مات شكون لي باقي. الحادثة خلفت 13 مصابا، 7 منهم تلقوا العلاجات الضرورية وغادروا المستشفى، بينما لا يزال 6 آخرون يخضعون للعلاج والمراقبة الطبية بمستشفى محمد الخامس بطنجة. 4 منهم توصف حالتهم بالخطيرة. 4 جاءوا مباشرة قسم إنعاش الموكب الجراحي وباطروا بهم طاقم طبي مختص لا في جراحة الدماغ ولا في جراحة العظام ولا في الجراحة العامة اللي كانوا استفدوا معمل جراحية على التو، لأن كان عندهم نزيف دموي داخلي لا على صعيد الكبد وعلى صعيد الطحال، والآخر على صعيد عظم الفخذ الأيمن، وكذلك هناك طفل الذي كان عنده نزيف دموي على صعيد الدماغ. السلطات الأمنية المعنية فتحت تحقيقا عاجلا لمعرفة الظروف وملابسات الحادث التي تعود أسبابه حسب عدد من الشهود إلى عدم احترام علامات التشوير الطرقية والسرعة المفرطة.